بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن قفز القطط، الشيء الذي يحير العلماء كيف تتعلم هذه القطة تقنية القفز أو تتفوق على أمهر لاعبين العالم. إن القطة منذ ولادتها تكون دماغها مجهز بالبرامج اللازمة التي تمكنها من القفز بحرية وبراعة، وهذا الأمر يناقض التطور بالمصادفة الذي يناده به بعض الملحدين، لأن التطور لا يمكن أن يجعل القطة تتعلم وهي في بطن أمها، والله أعلم.